ايه جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا. حبيت برضو في بداية السنة كده ان انا اكلمكم على اكبر 10 موضات هتكون موجودة في 2024. الموضات دي هتكون جنرال شوية، يعني فيها حاجات تنفع للشتاء، فيها حاجات تنفع للربيع، فيها حاجات تنفع للصيف، وحاجات كمان تنفع للخريف. فبس خلينا ان احنا نبتدي. انا الفيديو ده هحاول ان انا اعمل حاجات ليها علاقة بالمجتمع العربي، بالحاجات اللي تنفع معانا في الافري داي. اول حاجه طالعه موضه معانا هي الفساتين البيضاء. الفساتين البيضاء دايما لما تيجي في دماغنا نتكلم فيها نقول ربيع وصيف، وهي فعلا هتكون كده كده طالعه معانا موضه في الربيع والصيف. بس حبيت ان انا اوريكم الترناتيف ان انتوا تلبسوها في الخريف وبرده في الشتاء، في الفساتين الصوف. الفساتين الصوف دي طالعه موضه جدا السنة دي، فانتوا لو لبستوا فستان زي ده هيكون فستان اولا هيبقى شكلكم مختلف جدا. مش كل الناس بتلبس الفساتين الصوف دي، فاول ما تلبسوها هيكون شكلها حلو مختلف، خاصة الفساتين اللي طالعة مرسي. الترناتيف كلاسيك برضو ان انتوا تشتروا السواتر دريس اللي هو بيبقى عامل زي البلوفر العادي اللي هو بيطلع موضة كل سنة، ومن الحاجات الكلاسيك لو اشتريتوه ابيض يبقى حلو. في منظمة اسمها بانتون، بانتون دي كل سنة بتحدد اللون بتاع السنة دي. فسنة 2024 اللون هيكون اللون اللي هو البيتشي فاز او اللون الخوخي، فممكن ان انتوا بقى تشتروا منه حاجات، ممكن كلاسيك مثلا زي بليزرز، ممكن ان انتوا تشتروا فساتين. وعلى فكرة اللون ده كمان هيبقى باين قوي في الميك اب، فانتوا برضو خدوا بالكوا ان الميك اب السنة دي هيبقى الميك اب باين على اورنجز اكتر وعلى بيتشي اكتر في البلاشر، في الاي شادو، في الروجات، بدل السنة اللي فاتت كان كله بينك بسبب الباربيكور. الموضة الأقرب لقلبي وقلب معظم الناس الهاي رايز تراوزرز، أو البنطلونات اللي وسطها عالي. فالبنطلونات الكلاسيكس اللي طالعة موضة هي الهاي رايز، وكمان في حاجات كتير طالعة هاي رايز قوي اللي هي شبه بتبقى أصعب من بيت. لكن لو جبتوا حاجة هاي رايز عادي اللي هي بنطلونات كلاسيك بس هاي رايز شوية، دي هتفضل قاعدة معانا. كلاسيك اللي أنا أرشح إن انتوا تجيبوها، بتظبط الجسم وبرده كلاسيك. اللون الاخضر الفاتح اللي هو اللون الماتشا، اللون الاخضر ده طالع موضة جدا، وبرده اللون ده بحسه ان هو بيبقى جميل قوي في الربيع والصيف. الترند اللي جاية دي فوت سمتها باسم جميل جدا اسمه سميل ذا روزز، شموا الورد. بس هي ترند عادية خالص، هي الترند الفلورل. الفلورل طالع مثلا من بداية السنة اللي فاتت في الصيف، فاكرين لما فجأة بقت كل الناس ماشية وتعمل الاوتفيت وتروح رابطة كده سكارف فيها وردة من هنا، هي دي كانت بداية الترند. السنة دي برضو الترند مكملة بقى في ان انتم ممكن تلاقوا حاجات كتير عليها ورد بطرق مش مختلفة. يعني في بيوت ازياء literally واخدة الورد بالجزع بتاعه حطها على الفستان، في بيوت ازياء تانية حاطة ورد صغير على الفساتين ومجمعاها، في بيوت تالتة عاملة الفستان فيه حاجات كأنه ورق الوردة او البتلز بتاعت الوردة كده طالعة فشكلها حلو جدا. اكتر لون بنتكلم عليه الفترة اللي فاتت هو اللون الاحمر، وده كان اللون المهيمن على الموضة بتاعت الشتاء، ومازال مهيمن وكل الناس بتلاقيها لابسة حاجة بلون احمر بطريقة ما في الطقم، سواء في بوت، في اكسسوارز، في شنطة، بالشراب الاحمر طالع موضة. فاحنا مكملين في الاحمر السنة دي، بس هندخل بقى على درجة اغمق شوية في الاحمر، وهو الاحمر الغامق. الاحمر الغامق من الحاجات اللي هي هتكون موضة، واظن ان دي حاجة مريحة شوية عن عكس التشيري ريد اللي طالع موضة حاليا. الاحمر الغامق بيبقى اسهل شوية للناس ان هي تلبسه، لان هو مش بيلفت النظر زي الاحمر الفاقع اللي طالع موضة. فتلبسوه في كارديجانز، في بلاطي، في سواترز، تلبسوه في حاجات مختلفة كتير. وعلى فكرة اللون ده كمان من الالوان اللي هي ممكن تتلبس بعدين، بتدي منظر فينتج، زي في بليزر كده تقريبا كل الناس لابساه، ده inspired by Rachel Green outfit من Friends اللي هو كان معمول في التسعينات اصلا. الترند اللي بعد كده هي البولو inspired outfits. البولو دي ماركة بولو اللي هي رالف لورن بولو، براند معروفة من زمان. بولو معروف بحاجاته الكلاسيك، هو بقى عنده اصلا استاتيك كده ان هو شبه الاولد ماني، دي برضو طلع مود السنة دي. اكتر حاجة طبعا معروفة في البولو هي الياقة بتاعته، عارفين التي شيرتس البولو اللي هي بتبقى شبه فيتد نص كروم معظم الوقت، وتلاقوا ليها ياقة كده بطريقة معينة،
دي طبعا اول ما نقول بولو ترند او بولو انسبايرد اوتفيت هتلاقوها موجوده. بيوت الازياء عاملاها بطرق مختلفه شويه، في ناس عاملاها باوفر سايز شيرتس بس تروح حاطه الياقه، في ناس عاملاها بكروب شيرت زي ميو زي جوتشي عاملوا كروب شيرت وحتى لابسينه على شورت ماتشين شورت كده، فهتلاقوا ان بيوت الازياء عاملاها بطرق مختلفه. طبعا لما نقول بولو برضو في البولو سويتر، السويتر المعروف بتاع بولو، البلوفر الفورم فيتد اللي عليه العلامه بتاعه البولو، فدي برضو معروفه خاصه ان احنا نلبس تحتيها شيرت، دي برضو هتلاقوها منتشر جدا الفتره اللي جايه لان هي من القطع اللي طالعه موضه. هتلاقوا ان انتم ممكن تلبسوا البولو شيرت عليها كوت في السبرينج، فاللي عنده بولو شيرت يطلعه، اللي عنده بولو سواتر او بولو انسبايرد سواتر يطلعه برضو لان هو طالع موضة السنة دي. بحاول ان انا اديكوا الوان كتير لان انا بحس ان الالوان هي بتبقى اسهل حاجة في الترندز ان الناس تلبسها، لان انتوا اكيد عندكوا حاجة بالالوان اللي طالعة موضة فتقدروا ان انتوا تطلعوها وتلبسوها، وكمان ممكن ان انتوا تلاقوها بكترة بدل ما انا قايلتكوا بقطعة او بشكل قطعة معينة تلبسوها، الالوان بيبقى فيها فرايتي اكتر. فهتلاقوني ان انا حطالكو ترندز كتير ليها علاقة بالالوان عشان كده، ودي دايما اقولها لو انتي عايزة تبقي ماشية في الترندز بس بحالة مضمونة دوري على الالوان الترندز البسيها عشان تبقي ترندي. فاللون اللي بعد كده هو اللون الازرق الفاتح، ده مسميينه بليسل بلو اللي هو كأنه تلج فاتح جدا، البيبي بلو الفاتح، دي من الالوان الرقيقه جدا ومن الالوان اللي بتدي منظر انيق. طبعا اكتر حاجه بتليق عليه ان احنا نلبسه على الابيض على البيج بيبقى حلو جدا، على البينك الفاتح بيدوا منظر باستيل جميل جدا. تقدروا ان انتوا تلبسوه بطرق كتير، يعني حتى وانا بعمل ريسيرش لقيت ان الطقم ده كده اللي هو بالسكارف اللبني شكله حلو جدا برضو، فمن الالوان المريحه قوي للعين وبيبقى جميل في الربيع وفي الصيف وفي الشتاء، بيبقى حلو جدا برضو في الشتاء لان هو بيبقى كأنكم ماشيين في التلج ولابسين حاجات ليها علاقة بالتلج. موضة بقى لسه مكملة معانا تقريبا داخلة كده على اكتر من سنة، وهي الميتاليكس، الميتاليكس الذهبي الرصاصي، الميتاليكس كمان اللي هي في بينكس بس معمولة ميتاليك، فأي لون ميتاليك طالع موضة، طالع موضة كمان بطرق كتير قوي، يعني في سكيرتس ميني سكيرتس طالع موضة ميتاليك شكلها حلو، في حاجات طالعة سيكوين برضو بتدي شكل ميتاليك شكلها حلو جدا، طالعة ان هي تتلبس على بليزر، في طرق كتير قوي تتلبس بيها، الشنط الميتاليك، في الليذر جاكيتس طالعة ميتاليك حلوة قوي، ودي حاجة اقول ان هي ترند مش هتفضل قاعدة معانا كتير، يمكن نكملها معانا اكتر من سنه هي بس كمان شويه في الاول في الاخر هترجع ترند وممكن مش هنستخدمها كتير. فنصيحتي ليكوا ان انتوا لما تجيبوا حاجه ترند وانتوا عارفين ان هي مش هتقعد معاكوا كتير ان انتوا ما تستثمروش فيها، بمعنى ما تروحوش تجيبوا بنطلون او جاكيت او حاجه غاليه قوي، شنطه ممكن تجيبوها لان الشنطه ممكن هتستعملوها خلال اوقات كتير يعني، لكن لو هنتكلم على اللبس ما تشتروش حاجات غالية. بس غير كده الالوان الميتاليك حلوة قوي، طلعوا بقى الحاجات الميتاليك اللي انتوا شارينها من زمان افضلوا البسوها، البسوها بطرق، في ناس يعني انا بحب جدا لما يتلبس على بليزر، الالوان البريز كلها مع بعض شكلها حلو، فدي من الحاجات اللي احبها. كمان ممكن تلبسوا السواتر على سواتر الوان ازرق بينك على البنطلون السيلفر الميتاليك برضو بيبقى شكله حلو، الذهبي بحسه مقيد شويه ان انتوا لازم تلبسوا الوان غامقه عليه سواء اسود سواء بني، برضو ان انتوا تلبسوه بيبقى شكله حلو قوي. بس عجين الميتاليك مكمل معانا السنه دي كلها، اللون السيلفر او الجراي مكمل معانا السنه دي، واحنا بدانا ان احنا نشوفه بكتره قوي في الشتاء، لقينا ان الناس بتلبس اول جراي اوتفيتس او معظم اللبس بتاعها في درجه من درجات الجراي، والجراي السنه دي طالع موضه بجميع درجاته من اول السيلفر، احنا لسه متكلمين عن الميتاليك للجراي الغامق، بيبقى شكله حلو قوي، بحس ان هو بيدي منظر فخم من الالوان الفخمه، وأجين من الالوان الكلاسيك اللي انتم مهما جبتوا منها قطع وخاصه لو جبتوا قطع كلاسيكس هتفضل قاعده معاكوا، يعني سواترز جراي هتفضل قاعده معاكوا وقت طويل، بليزرز جراي هتفضل قاعده معاكوا وقت طويل، شيرت بنطلون هيفضل قاعد معاكوا وقت طويل، سكيرت برضو نفس الحكايه، بس ما تجيبوش حاجات فيها تقليع كتير لان هي دي بقى اللي هتبين انتوا شارينها سنه كام ومش هتخليها قطعه كلاسيك. بس اجين اللون جراي من الالوان الكلاسيكس من الالوان النيوترال اللي تلبسوها على جميع الالوان بجميع الدرجات، تقدروا ان انتوا تلبسوها على الاحمر، تقدروا ان انتوا تلبسوها مع ازرق، تقدروا ان انتوا تلبسوها مع ابيض اسود، الوان جراي تانيه،
اي لون يخطر في بالكم بيليق على جراي، لان هو لون من الالوان النيوترال، فيعتبر من الوردروب بيزكس اللي هتلبسوها. بس كده الرايز، هي دي كانت 14 حاجات هتكون مكمله معانا في سنه 2024. وزي ما قلت لكم قبل كل سيزون هتلاقوني بكلمكم عن الحاجات اللي طالعه موضه، ولو عايزين اي فكره فيديو معينه ليها علاقه بالموضه اكتبوا لي في التعليقات تحت. لو عندكم اي اسئله، لو عندكم اي حاجه انتم ما بتعرفوش تعملوا لها ستايلنج اكتبوا لي في التعليقات تحت، هحاول ان انا اعمل فيديوهات ارد بيها على الاسئله بتاعتكم. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو ده، وثانك يو سو ماتش ان انتم شفتوه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.